اوكي هلا كلكم افتحوا هاي الصفحه، بس ما رح نمشي بالاول زي حبه حبه على الكتاب. ايش رح نعمل؟ بدي افهمكم اكمل شغله، لازم اتاكد انكم فاهمينها 100%، واذا فهمتوها عن جد معي عن الرسمات رح نمرق على هدول زي كانهم نقرا. اوكي يلا بسم الله. اول شيء ايش بنشرح؟ لازم نفهم او اعطيكم زي اوفر فيو بس عن الكاردييك سايكل. اوكي بعدين لازم نعرف، او حتى قبل الكاردييك سايكل بدنا نعرف الكاردييك مسل فيسيولوجي. اوكي وبعدين ناخذ عن بعدين بعد هدول ثلاثه نحكي عن لابليس لو. اوكي بعدين رح نروح على الكتاب. تمام واضح الخط؟ هلا اول شيء بدنا نحكي عن كيف الخلايا العضليه تنقبض، كيف بصير في كونتراكشن بالخلايا العضليه. بتعرف الهارت زي اي اورجان عباره عن خلايا كثير. اوكي القلب الخلايا اللي جواته في لها انواع، في نوع هو المسؤول عن الكونتراكشن. اوكي اللي هي بنسميها كونتراكتايل كارديومايوسايت، كونتراكتايل كارديومايوسايت بتعمل انقباض. والنوع الثاني هو مسل سيلز برضه خلايا عضليه، بس بتكون شوي سبيشالايزد بحيث انها ايش؟ انها بتقدر تنقل سيالات عصبيه اكشن بوتنشلز للخلايا العضليه كونتراكتايل، تحكي للخلايا العضليه فيها اعملي انقباض، بس هي ما بتنقبض. تمام؟ هذا هيك بس هيك بيسكلي. اوكي احنا رح نحكي هلا كيف الخليه الكونتراكتايل سيل اللي بتنقبض كيف بتنقبض. تمام؟ هي خليه عضليه. اوكي؟ هاي نعتبرها خليه عضليه قلبيه. اوكي؟ ايش بنرسم على اوكي في عندنا على البلازما ممبرين تبعها قنوات كثير. اوكي هلا رح نحكي عن انواعها، وهاي مسؤوليتها انها تعمل انقباض. تمام عشان تنقبض شو حكينا لازم يصير؟ بالضبط يجيها اكشن بوتنشل من خليه جنبها. فنفترض اجاها اكشن بوتنشل هاي خليه، اعطتها هاي الخليه العضليه على اساس ايش؟ تنقبض. تمام عشان تنقبض. تمام هلا ايش هو الاكشن بوتنشل؟ شحنات. شحنات يعني كيف بده يقولها انه اعمل انقباض؟ بده يعطيها شويه شحنات، شحنات موجبه عاده صوديوم. تمام فهاي الخليه اللي بدها تعطي الاكشن بوتنشل رح تعطي شويه صوديوم للخليه العضليه القلبيه، صار في شويه شحنه موجبه جوات الخليه العضليه القلبيه الكونتراكتايل سيل. هدول الشحنات الموجبه عباره عن فرق جهد فولتج رح ياثروا على بعض انواع القنوات بنسميهم فولتج جيتد تشانلز، يعني بتاثروا بالفولتج اللي هو دخله مين؟ هاي الخليه. اوكي فهدول القنوات في وحده منهم رح تكون قنوات كالسيوم بنسميها ال تايب كالسيوم تشانلز. اوكي وهي فولتج جيتد. اول ما اجى هذا الاكشن بوتنشل من هاي الخليه الى هاي الخليه، هاي قنوات الكالسيوم فتحت. اوكي هلا قنوات الكالسيوم ايش رح تدخل او تطلع؟ كالسيوم صح؟ لازم تكونوا عارفين انه بالاكسترا سيلولار فلويد يعني بالسائل المحيط في الخلايا انا عندي كثير كالسيوم اكثر من اكسترا سيلولار مين. اوكي اكثر من داخل الخليه، فعشان هيك اذا بدي افتح قناه تكون كالسيوم بدي اقدر تخلي الكالسيوم يعبر من خلالها، من وين لوين رح ينتقل الكالسيوم؟ من برا لجوا. تمام؟ فاول ما يجي الاكشن بوتنشل ويفتح لي قنوات ال كالسيوم شانلز رح هدول الكالسيوم شانلز رح يدخل عندي شو؟ كالسيوم لداخل الخليه العضليه القلبيه. تمام؟ هلا الخليه العضليه القلبيه خليه فيها اورجانز. اوكي؟ واحد من الاورجانز هو الاندوبلازميك ريتيكولم، سموث اندوبلازميك ريتيكولم، بتعرفوها صح؟ هلا السموث اندوبلازميك ريتيكولم واحده من وظائفها انها بتخزن كالسيوم جواتها. اوكي؟ يعني هي جواتها ستورج اوف كالسيوم، كميه كثير كبيره من الكالسيوم. تمام؟ اللي بيصير انه الكالسيوم هذا اللي دخل بيروح عند الغشاء تبع السموث اندوبلازميك ريتيكولم، بدي اسميها ساركوبلازميك ريتيكولم، كلمه ساركو يعني لها علاقه بالعضله بالضبط، فهي ساركوبلازميك ريتيكولم. اوكي بدي بيروح لها بيروح عند البلازما عند الممبرين تبعها، وبيكون في على الممبرين مستقبلات اسمها ريانودين ريسبتورز. اوكي
هذول الرينين ريسبتورز بس يجي عليهم كالسيوم من حوالين الخليه من داخل الخليه يعني يجي عليهم بيفتحوا الريسبتورز هذول وبيطلعوا شو في جوا الساركوبلازميك ريتيكولم ايش في جواتها كالسيوم خزنه كالسيوم كثير فبصير في عندي ريليز للكالسيوم واللي جوا كميته كثير كبيره يعني كثير رح يطلع من الساركوبلازميك ريتيكولم اكثر من اللي دخل من الاكستراسيلولار فلويد اوكي فهي بيسكلي الخليه العضليه بتنقبض بسبب اي كالسيوم اللي برا ولا اللي جوا الانتراسيلولار كالسيوم اللي موجود جوا الساركوبلازميك ريتيكولم تمام الكالسيوم شيء كثير مهم بالانقباض سواء ايش ما تكون نوع الخليه لازم الخليه العضليه سواء كانت هيكليه او قلبيه او مرسى يكون فيها كالسيوم كثير عشان تنقبض كل ما كان الكالسيوم اكثر بكون انقباض ايش الاكثر اقوى اوكي هاي مهم الشغله هلا قلنا عن الرينين ريسبتورز اوكي لو نعمل كمان زوم ان على هاي الساركوبلازميك ريتيكولم بنشوف ايش في كمان اشياء على الغشاء تبعها غير الرينين ريسبتورز بنلاقي انه في عندها بامب يعني اي تي بيز ايش يعني بامب يعني مضخه ايش يعني كلمه مضخه يعني بتنقل الايونات من تركيزها القليل للعالي بالعاده القنوات بس تفتح والايونات رح تتحرك من تركيزها العالي للقليل بس البامب بتنقل من التركيز القليل للعالي تمام فهون في على الساركوبلازميك ريتيكولم بامب البامب كمان بنسميها اي تي بيز ليه لانها بتستهلك اي تي بي ليش بتستهلك اي تي بي لانها عم تنقل من تركيز قليل لعالي بدها طاقه اوكي في بامب موجوده على الساركوبلازميك ريتيكولم اللي هي الكالسيوم بنسميها كالسيوم اي تي بيز اوكي شو وظيفتها اول ما يصير ريليز للكالسيوم من الرينين ريسبتورز بتبلش تجمع تاخذه مباشره كانها بتضبه بتخبيه للمرات الجايه ممنوع يصير له ريليز وخلص مع السلامه اوكي هو عم يساهم بالكونتراكشن بس انا اول بدي ادخل تمام فهاي البومب وظيفتها تدخل الكالسيوم للساركوبلازميك ريتيكولم وهذا الشيء كثير مهم انه لولاها كان ما في انقباض لولا الاستورج هذا كان ما في انقباض بالخليه العضليه القلبيه اللي بيطلع هون هذا كثير قليل تمام اوكي اذا هاي حكينا عن البومب الموجوده على الساركوبلازميك ريتيكولم على الرينين ريسبتورز ايش كمان نحكي نحكي كمان عن شوية قنوات اللي رسمتهم هون موجودين بيساهموا في الكارديو كونتراكشن موجودين على البلازما ممبرين مش على الساركوبلازميك ريتيكولم خلاص خلصنا الساركوبلازميك ريتيكولم اوكي ايش في عندنا على البلازما ممبرين في عندنا اكستشينجر اسمه او يعني هلا بحكي لكم ايش اكستشينجر اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينجر الاكستشينجر شو هو هذا الاكستشينجر شو هذا بيشغل المخ بيقول انا ما بدي استهلك اي تي بي بشكل دايركت وبدي انقل ايونات من تركيزها القليل للعالي هيك بده يعمل طب كيف بيقول بستخدم ايون اوريدي داخل بشكل قضيب بشكل سبونتاني بس بشكل عفوي بدون طاقه بستخدمه بقول له لو سمحت ادفش هذا معك يعني انا عندي بشكل طبيعي كل خلايا جسمي حواليها صوديوم كثير اكثر من داخلها فلو عندها قنوات صوديوم الصوديوم رح يدخل من خارج الخليه لداخلها بشكل عفوي اوكي مفهوم كلكم هلا هذا الاكستشينجر بقول انا بدي استخدم الصوديوم وهو هيك قاعد داخل الخليه لحاله بدون طاقه بدي اقول له لو سمحت ادفش معك كالسيوم من داخل الخليه لخارجها عينه الكالسيوم اصلا يطلع يدخل من خارج الخليه لداخلها بس انا بستخدم الصوديوم وهو داخل بقول له ادفش معك الكالسيوم فانا هيك ما استخدمت اي تي بي بشكل دايركت اوكي بشكل دايركت فهمتوا علي هذا وظيفه الاكستشينجر في على كارديومايوسايتس هذا الاكستشينجر صوديوم كالسيوم اكستشينجر مقابل كل ثلاثة صوديوم بدخله بيطلع لي وحدة كالسيوم اوكي تمام شو كمان في القنوات في عنا اكيد الصوديوم بوتاسيوم بامب تعرفوها الصوديوم بوتاسيوم بامب هاي القنوات البامبس اللي موجودين على كل خلايانا شو وظيفتهم انهم ايش يعملوا يطلعوا صوديوم ويدخلوا بوتاسيوم ليش عشان دائما يضل عندنا الصوديوم برا كثير والبوتاسيوم ايش ماله جوا كثير لازم نحافظ على هذا البالانس ممنوع الصوديوم يصير جوا اكثر من برا اوكي كله بسبب الصوديوم والبوتاسيوم كثير بنساهم هذا الشيء مفهوم تمام ريسبتورز موجوده على البلازما ممبرين للخليه العضليه هي بيتا 1 ريسبتورز بيتا 1 ريسبتورز هذول عباره عن جي بروتينز بتعرفوا جي بروتينز جي بروتينز هذول ريجوليتر بروتينز جي اس وجي اي جي بروتين ريجوليتر بروتينز هلا رح احكي لكم عن وظيفتهم بالتفصيل للبيتا 1 بس تحفظوا لي بيتا 1 موجودين على الهارت احنا كم هارت عندنا بيتا 2 2 هي بيتا ايوه بيتا 2 هي اوكي بيتا 1 هارت تمام شو بدنا نحكي هلا نمشي نرجع نشوف كيف بده يصير كونتراكشن في هاي الخليه العضليه بعد ما عرفنا الاستراكشر تبعها اوكي يلا هي صار عندي انا هون اكشن بوتنشال
ودخل عندي شوية كالسيوم، وبعدين بسبب هذا الكالسيوم فتحت الريانولين ريسبتورز ودخل عندي إيش كالسيوم كتير، وأنا في عندي هنا أكتين وميوسين خيوط اللي تساهم في الانقباض، وهدول الأكتين والميوسين بيهمهم كتير إنهم يرتبطوا بالكالسيوم عشان يصير كونتراكشن بالضبط عشان الكشف المواقع. فمع الكالسيوم والأكتين والميوسين بصير انقباض بالخلية. طيب يضل منقبض؟ لا. لا، لازم يصير ريلاكسيشن. شو اللي بيساهم بالريلاكسيشن تبع الخلية هاي؟ ايش برأيكم؟ انه الكالسيوم بالضبط انه السوء الكالسيوم اول ما بلش يطلع البومب هاي صارت تدخل فيه تدخل فيه تدخل فيه عبين ما ايش يرجع التركيز زي قبل الكونتراكشن، وتكون الخلية خلاص عملت ايش ريلاكسيشن. اوكي، هاي اول مساهم للريلاكسيشن. كمان مساهم هدول القنوات مش الاكسترينجرز اللي على البلازما ممبرين، مش صح هم كمان بيطلعوا كالسيوم صح؟ واحكي لكم كمان شيء مساهم، كل خلايانا في على البلازما ممبرين تبعها مختلف انواع القنوات، فاصلا انا ما بقدر احلف لك انه ما في هون قنوات كالسيوم عاديه مش من الانواع اللي حكيناها، بس كم قنوات كالسيوم. وبما انه زاد فجاه تركيز الكالسيوم جوا الخليه معناته ممكن الكالسيوم يصير تركيزه كثير عالي ويصير ايش يطلع بشكل سبونتاني صح؟ بس الشيء اللي بحاول انه يلم هذا الكالسيوم البمب، فهمتوا الفكره؟ اوكي، فلما يصير انا يرجع تركيز الكالسيوم لوضعه الطبيعي بتعمل الخليه ريلاكسيشن. اوكي، هلا هيك ايش فهمنا. بدنا نحكي عن الفوسفو لابمن. في بروتين جوا الخليه العضليه اسمه فوسفو لابمن. اوكي، هذه له وظيفه كثير كثير مهمه هلا احكي لكم اياها. ايش وظيفه الفوسفو لابمن؟ الفوسفو لابمن هو وظيفته الاساسيه انه بيعمل انهبيشن، بيثبط مين الهاي الكالسيوم تشينجر صح؟ لا، ATPase. وظيفه الفوسفولابمن الاساسيه انه بيعمل انهبيشن للATPase هاي. اوكي، انا اذا عملت انهبيشن للATPase هاي ايش رح يصير عندي؟ رح يضل الكالسيوم برا، رح يضل، رح يجي ريلاكسيشن، رح يصير الخليه عامله كونتراكشن صح؟ وبعدين عبال ما يطلع وايش الكالسيوم اللي برا رح يضل عامل كونتراكشن للابد؟ لا، رح يصير شو؟ يطلع برا، والخليه هاي مش حتقدر ترجع تعمل كونتراكشن ثاني لانه مش فيها كالسيوم، فهمتوا؟ فالفكره ان هي لعبت ريلاكسيشن اول مره، والاهم من هيك انها مش حتعمل كونتراكشن ثاني، الكالسيوم حيطلع، فهمتوا؟ فالفوسفولابمان هذا هيك هو وظيفته انه بيعمل انهبيشن للاي تي بيز، ولكن في شيء بيقدر يسكت لنا الفوسفولابمان يمنعه انه يعمل هذا الحكي، مين؟ الفوسفوليريشن. إذا أنا عملت فوسفوليريشن للفوسفولابمان، إذا أنا سكت وحطيت عليه فوسفيت بول، خلص ما بيكون بوظيفته، بتضل هالـ ATPase شغالة صح، أوكي؟ طب كيف أنا ممكن أعمل فوسفوليريشن للفوسفولابمان؟ باستخدام كاينيز. بتعرف إيش يعني كاينيز؟ الإنزيم اللي بده فوسفيت بول، تمام؟ أهم كاينيز بجسمنا بروتين كاينيز A، أوكي؟ شايفين بيتا 1 هاي؟ بيتا 1 هاي بس تتفعل بتأدي إيفينشولي لزيادة تركيز بروتين كاينيز A داخل الخلية. اوكي، بروتين كاينيز اي جروب بيعمل فوسفوليريشن للفوسفولابمان، فوسفولابمان بسكت وبطل يعمل انهبيشن للاي تي بيز، اي تي بيز بتضل اكتف، بصير نقدر نعمل ريلاكسيشن بدري عادي ما نتاخر نضلها كونتراكت بعدين قبل ما تبطل في اصلا كونتراكشن لانه وقتها كالسيوم، لا بنعمل ريلاكسيشن بشكل صح نورمال، وكمان بصير عندنا قوه نقدر نعمل كونتراكشن المره اللي بعدها لانه في عندنا كالسيوم مخزن. اوكي، فهمتوا؟ تمام، هلا هيك خلصنا ايش الفيزيولوجي تبع الكاردياك سيل كونتراكشن. اوكي، هلا لما نمر عليهم رح تشوف كيف صار سوي. هلا الشيء اللي شوي اصعب، فهمتوا؟ اكيد هلا بدي تركزوا اكثر. هذا اللي هلا حاحكيه عن جد الرسمه الثانيه اصلا ما رح امحيها، جد اهم شيء بكل الكارديوفاسكولار فيزيولوجي، لازم تفهموها كثير منيح، واذا حسيتوا انه انا مثلا لازم اعيد او شيء احكوا. اوكي، يا ريت لو في اسود صح؟ خلص يلا شوف. واضح؟ يلا بسم الله. ولا نحكي على الكيس الاول، خلص رح نحكي عن الاسهل شوي بالاول، اوكي؟ هلا عشان نفهم هذا اللو بدي افهمكم اكمل مصطلح ونفرق بينهم. اول مصطلح اللي هو لو انا احكي كلمه بريشر، بعدين لما احكي كلمه تنشن، بعدين لما احكي كلمه ستريس، لازم نفرق بينهم بالكارديوفاسكولار فيزيولوجي كثير ضروري. اوكي، هلا هدول الثلاثه انا بدي احكي عنهم لما بوصفهم لتشامبر يعني زي كونتينر، او لبلد فيزل يعني زي اسطوانه. اوكي،
فأنا بنحكي عنهم لهدول الشغلتين. أوكي نبلش بنحكي عن بريشر. لما أنا أقول بريشر بي بلود فيزل أو بريشر بي تشامبر بإشي بحجرة من حجرات القلب، إيش أنا قصدي فيها؟ أنا قصدي فيها القوة اللي بتتولد against the walls، الوولز تبعون الإشي هيك اللي بيخبط في الوولز تبعون الإشي، فهمتوا علي؟ هذا هو البريشر. أوكي البريشر على إيش بيعتمد؟ بيعتمد على كمية الفوليوم اللي موجود داخل التشامبر أو البلد فيزل. إذا كان فيه فوليوم كتير كبير رح يكون القوة هاي أكبر في البريشر أكثر. وبيعتمد كمان على القطر تبع هذا التشامبر أو البلد فيزل. يعني إذا هذا البلد فيزل كان عامل فازو كونستريكشن بيكون البريشر أعلى بتضيق بتصير الصدمات هي أكثر. أوكي التشامبر هاي إذا كانت عاملة كونتراكشن بيكون البريشر أعلى، أما إذا كانت ريلاكس بيكون أقل. فهمتوا الفكرة؟ هذا بالنسبة للبريشر. أوكي التنشن إيش هو؟ التنشن هو القوة اللي بتخلي اللي بتكون against أو on the walls اللي بتخليهم يعني تنزعهم عن بعض، يعني فهمتوا علي؟ apart بتخليهم apart من بعض، مفهومة؟ أوكي زي ما أحكي إشي زي أقولكم لما نجيب بالون ونفخ كتير 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 ونحس على البالون كيف بيكون قد ايه تنس شوي بيفقع يبعد عن بعض، فهمتوا علي؟ مش against the walls هو تنس كثير، فهمتوا علي؟ هذا هو التنشن اللي هو الفورس اللي بتخلي الاشي يبعد عن بعض. اوكي انا كتبت لها تعريف على ساعه عشان اقدر احكي مباشره. الفورس ذات acts to the wall to pull it apart. ايوه الفورس ذات acts to the wall to pull it apart. اوكي هذا هو التنشن، تمام؟ سواء عم بحكي عن blood vessel او عم بحكي عن chamber. التنشن هو اللي لابليز اعطانا لو له، اعطانا قانون له. ايش قانون التنشن؟ بيحكي لنا التنشن بيساوي الراديوس ضرب البريشر. طردي مع التنين، يعني لو انا عندي هاي التشامبر والبريشر فيها كثير عالي هذا الشيء رح يزيد التنشن عليها، صح؟ منطق، صح؟ بيحكي لك الراديوس كمان، لو انا عندي تشامبر وكانت الراديوس تبعها كثير عالي ثبتت البريشر بس الراديوس تبعها كثير كبير رح يكون التنشن اعلى، صح؟ القوه اللي بتنزعها عن بعض اكبر، اما اذا الراديوس قليل القوه هاي رح تقل، فهمتوا علي؟ فالراديوس والبريشر هذول هم الفاكتورز اللي بوزيتيفلي يعني في بوزيتيف كورليشن مع التنشن، تمام؟ اكيد؟ اذا فهمتوا ايش التنشن. هلا نحكي عن الستريس. اوكي الستريس رح نحكي عنه تحديدا خاصة للكونتينر هاي. ايش الفكرة في الستريس؟ هلا انا مثلا اجي اقول لك انه انا في عندي تنشن بكيس، هي هذا الكيس في عنده تنشن بمقدار اكس، اوكي؟ هذا كيس ثاني نفس الحجم نفس الريديس نفس كل شيء عنده تنشن بمقدار اكس، يعني نفس التنشن مأثر على التنين، بس هذا كثير سميك، مين فيهم ممكن ينزع اكثر؟ السميك ولا الرفيق؟ الرفيق. هذا التنشن متوزع على الثيكنس، فهمتوا؟ فالتنشن مش شيء ريلايبل اني انا احكم مين فيهم عليه قوه تبول ات ابارت اكثر، صح؟ فعشان هيك عملوا شو؟ الستريس. فالستريس هو يساوي التنشن مقسوم على 2 ضرب الثيكنس، فهمتوا الفكره؟ فالستريس بياخذ بعين الاعتبار الثيكنس، اوكي؟ هذا هو الوول ستريس، اوكي؟ هلا نحكي عن الشيء اللي بدكم اياه، اوكي؟ ما في اي سؤال، صح؟ يلا بسم الله. هلا رح احكي لكم بالضبط كيف القلب بيشتغل، اوكي؟ وشو الاستراكشرز الموجودين جوا القلب ونفهمها كثير منيح، بعدين نصير نحفظ النقاط اللي موجوده في الكتاب عليها واللي هي اصلا موجوده بهاي المحاضره المحاضرات الجاي، بس هلا اذا فهمتوا هذا البيسك بتفهموا جد الكارديوفاسكولار فيزيولوجي، اوكي؟ يلا بسم الله. هاي الهارت مكون من كم تشامبر؟ 4. هاي الرايت اتريوم وهاي الليفت اتريوم وهاي الرايت فنتريكل وهاي الليفت فنتريكل، صح؟ الرايت اتريوم مين بيعبي فيه؟ بالضبط يعني فينز، صح؟ السيستم فينز، صح؟ الرايت فنتريكل لا نحكي اوكي ماشي، هاي رايت هذا الرايت فنتريكل بعدين رح يعطي مين؟ البلمونري ارتري، صح؟ ومين بتيجي؟ اللونز، صح؟ وبعدين من اللونز وين بنروح؟ الرايت اتريوم، الليفت اتريوم. بالضبط. ايش اللي بدخل بالليفت اتريوم؟ فايبرمونري فينس. بالضبط، هيك بي فايبرمونري
بعدين شو كان نحكي بعدين اللي بينزل الدم هون اللفت فنتريكل بيمين مرتبط يعني نحكي اللي خليها اصير احسن بالسيستميك ارتريز اوكي سيستميك ارتريز اوكي مفهوم هلا فانا يا نمشي مع الجد بلد اللي بلد بيجي من الفينز بيروح على الرايت اتريوم من الرايت اتريوم بيروح على الرايت فنتريكل من الرايت فنتريكل بينضخ لللنجز اللنجز بعدين بيودوه من خلال البلمونري فينز لليفت اتريوم والليفت اتريوم لا الليفت فنتريكل من الليفت فنتريكل للسيستميك سيركيليشن ممتاز زي هيك واضحه هاي هلا يا ريت لو الدم هيك بمر بهي الصوره كان ما في هاي الفيزيولوجي كلها بس احنا في عندنا بوابات بين كل هدول المناطق اللي هم الفالز اوكي في عندنا بين الفينز والرايت اتريوم فالف وبين الرايت اتريوم بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل فالف وبين الرايت فنتريكل والكولمنري ارتريز فالف وبين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل كمان فالف وبين الليفت فنتريكل والسيستم ارتريز فالف هدول الفالز هم زي البواب بيتحكموا بحركه الدم في التشامبرز هدول اوكي خلينا نسمي هدول البالز اي في بالز اوكي اي في عشان اتريو فنتريكولار بالز اوكي وهدول سيميليونر بالز تمام هلا هدول البالز الاربعه فيهم شيء كثير مهم انه هدول البالز ما بيفتحوا الا اذا كان البريشر قبلهم اعلى من البريشر بعدهم وما بيسكروا الا اذا البريشر بعدهم اقل من اعلى من البريشر قبلهم تمام هعيدها ولا حفظتوها؟ حفظتوها، اوكي؟ هم رح يفتحوا بس اذا البريشر قبلهم اعلى من قبل بعدهم، اوكي؟ كمان شغله لازم تعرفوها، انا اذا بدي انقل اي ماده من منطقه للثانيه لازم تنتقل من ضغط اعلى لضغط اقل، اوكي؟ فالبلد اذا بدي انتقل من تشامبر للثاني لازم التشامبر اللي انتقل منها يكون ضغطها اعلى من الثانيه، نفس الشيء لو من فينز لاتريا، اوكي؟ لازم بالفينز يكون ضغطه اعلى من الاتريا عشان يقدر ينتقل ما حيتحرك اذا هو منتقل من ضغط اقل لاعلى تمام فيلا نمشي مع البلد اوكي احنا هلا بدنا نبلش نعبي الرايت فنتريكل ونعمل يعني وان بيت اوكي فخلينا نفترض انه الاي في مفتوح عشان نقدر نحرك البلد اوكي هي هلا البلد رح يجي من وين من الفينز للرايت اتريوم هذا البلد الداخل من الفينز للرايت اتريوم اسمه فينوس ريتيرن اوكي ايش اسمه فينوس ريتيرن تمام الفينوس ريتيرن عشان ينتقل من الفينز للرايت اتريا لازم يكون الرايت اتريا البريشر اقل من الفينوس بريشر صح تمام هينتقل فينوس ريتيرن لا الرايت اتريا وكان الاي في فالف افترضنا انه مفتوح صار ينزل على الرايت فنتريكل هذه ما بس تحكي صار ينزل هيك مسموح انه ينزل اذا كان ضغط الرايت اتريوم اعلى من اقل من ضغط الليفت فنتريكل لا فلازم نحط دائما بعين الاعتبار ما حينتقل الا اذا ضغط الرايت اتريوم اعلى من ضغط الرايت فنتريكل فهلا لانه عم ينتقل ورسمته انا مين بدي اتبعته عارفين انتوا لحالكم انه الرايت اتريوم هلا الضغط تبعه اعلى من الرايت فنتريكل الضغط تبع الرايت اتريوم انا بعطيكم اياها كمعلومه ما بتغير كثير عن 5 اوكي هذا وين بالرايت اتريوم طبعا نفس الحكي عم يتطبق على الليفت سايد بس مثلا الضغط بيكون مختلف بالليفت اتريوم الضغط تبعه ما بتغير كثير عن 12 اوكي هلا البلود عم ينتقل من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل از لونج از ايش الرايت فنتريكولر بريشر ما زاد عن 5 اوكي طيب انا هلا حكيت لنا هدي انه احنا العوامل اللي بتحدد البريشر بالتشامبر او بلد فيزل هي يا اما كميه الشيء اللي جواته او الراديوس صح؟ طب ما انت عم بتعبي في الريد فنتريكل فايش عم بصير بالبريشر تبعه؟ عم يزيد فاحنا بدنا نخليه يزيد بس اذا وصل لمرحله زاد عن الخمسه هاي ايش رح يصير؟ رح يصير شغلتين اول شيء رح يتوقف يسكر الفالف يسكر الفالف رح يتوقف ما رح يصير في فلو لانه هذا صار اكثر من هذا ورح يسكر الفالف لانه الفالف قلنا بيسكر اذا كان ضغط الشيء اللي بعده اعلى من اللي قبله صح فهلا الرايت اتريوم عم يعطي الرايت فنتريكل والرايت فنتريكل بهذا الوقت قاعد بيزيد البريشر تبعه لانه عم يتعبى اوكي وصل لاكثر من 5 بشويه يعني 5 نقول لما وصل لهي المرحله سكر الاي في فالف حكى خلص لهون وبس ممنوع يزيد ضغطك عن 5 اوكي
سكر الايديبال. طيب البلد هلا لو نعمل بوز ونطلع على البلد اللي موجود بالرايت او لا، هلا شايفين هاي الحركه اللي صارت الاسهم، هاي بدي تسموا لي اياها دايستول. بس بسيطه معلومه، اوكي دايستول هاي التعبايه اللي صارت من الرايت اثر من الرايت فنتريكل دايستول. هلا نعمل البوز اللي قلت لكم اياه. شايفين البلد اللي جمع بالرايت فنتريكل هلا بعد ما سكر الاي بال، هذا البلد اسمه اند دايستوليك فوليوم، اوكي، لانه هو الفوليوم موجود بنهايه الدايستول. خلصنا الدايستول عبينا، اوكي مفهوم. طيب هلا احنا بدنا نقول للبلمونري ارتريز، صح صح، فلازم الضغط تبع الفنتريكل يكون اعلى من الضغط بالبلمونري ارتريز، صح. البلمونري ارتريز ضغطهم اعلى من 5، طبعا ضغطهم 25 بهاي المرحله، قبل ما يجيهم دم جديد من القلب بيكون ضغطهم 25، بيكون ضغطهم 8 صار لما يجيهم دم جديد بصير 25، اوكي. فالبلمونري ارتريز ضغطهم 8، يعني اعلى من الرايت فنتريكل، صح. طيب اذا انا بدي انقل من الرايت فنتريكل للبلمونري ارتريز بدي ارفع ضغط الرايت فنتريكل، اعطوه نصيحه كيف يرفع ضغطه. كونتراكشن. الطريقه الثانيه في رفع الضغط الكونتراكشن، بيروح بيعمل كونتراكشن. طبعا هذا الكونتراكشن لاحظوا كان الاي بي باب مسكر وهذا مسكر، عمل كونتراكشن عشان الهدف انه يزيد ضغطه يوصل اعلى من ضغط البلمونري ارتريز، وشو يقدر يفتح السيميليونال بال، اوكي فاهمين؟ ففعلا رايت فنتريكل بصير يعمل كونتراكشن بيفتح السيميليونال فالف هاد، وبصير ينتقل البلد من الرايت فنتريكل للبلمونري ارتريز. طب والبلد قاعد بيطلع من الرايت فنتريكل للبلمونري ارتريز، ايش رح يصير بالبريشر تبع الرايت فنتريكل؟ رح يقل، رح يقل، عم تفضيه عم تقلل الفوليوم، رح يصير يقل، بس بنفس الوقت هو عم بيعمل كونتراكشن. فالمحصله بتصير انه هو عم بيزيد بس مش زي اول ما بلش الكونتراكشن، بصير يزيد بشكل بطيء بطيء بطيء، اوكي؟ بالمقابل برضه مين عم بيزيد؟ الضغط في يعني عم بعطيهم بلد، بصير يزيد عن 8، يزيد ويزيد ويزيد لحد ما يوصل هلا قد ايه قلت لكم؟ 25، اوكي؟ معبى دم من الرايت فنتريكل، اوكي؟ هلا لما يوصل هذا 25 ببطل قادر الرايت فنتريكل يوصل هذا الرقم، فبصير ضغطه اقل من ايش؟ ضغط البلمونري ارتريز، يعني بصير هو حوالين 25 وخلص ما حيزيد عن هيك. فبيروح شو بصير؟ بسكر الفالف، فهمتوا؟ هلا بس يسكر الفالف ببلش عندي شو؟ الرايت فنتريكل يعمل يستريح ريلاكسيشن، اوكي؟ وهو عم يعمل ريلاكسيشن شو عم بصير بالبريشر تبعه؟ عم بيقل، بصير يقل 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 يقل، هو اصلا مفضل الضغط تبعه لحديت ما يوصل شو؟ لاقل من الرايت اتريوم بالضبط، يرجع للقيمه الاولى ويرجع الدم ايش؟ ولما يصير اقل من الاتريوم ايش بصير بال بيفتح الفالف، صح؟ بس يفتح الفالف بيرجع ينزل الدم، فهمتوا؟ اكيد؟ عيدها الجهه الثانيه ولا خلص فهمها؟ اكيد. طيب شو بدنا نحكي كمان؟ حكيت لكم هذا الفينس ليتر، صح؟ قلنا لازم الفينس ليتر يكون الرايت اتريال بريشر تبعه اعلى اقل من الفينس ليتر البريشر تبع الفينز، اوكي؟ هاي ضروريه. وشو كمان؟ خلص بدي احكي لكم اياها. هاي سوري لا لا عادي بس بدك اياها عاد افتح لا عاد بجرب معنا متذكره طبعا الارقام بتختلف، خليني احفظكم الارقام، شو رايكم؟ دائما الارقام اذا سمعت بتنحفظ اكثر من لما هذا الارقام بتختلف على الليفت سايد والرايت سايد، بس بدي اتاكد عشان بلاش احفظ منكم دول خلصوا طبعا صح 25 8 حكينا صح و5 120 80 120 12 اوكي مش حكينا صح الرايت اتريال بريشر ما بتغير كثير عن 5 صح؟ الليفت اتريال بريشر ما بتغير كثير عن 12 البلمونري ارتريز قديش البريشر تبعهم قبل ما يجيهم 8 بعد ما اجاهم 25 هذا البريشر بسميه دايستوليك بريشر لانه هو قبل ما ايش يعني هو ايش قبل ما ينقبض القلب ويعطي البلد فبسميه دايستوليك بريشر للبلمونري ارتري اوكي ال 25 هاي بسميها سيستوليك بريشر السيستول هي لما انقبض عندي انا الفنتريكل هذا الانقباض بسميه سيستول
بما انه انا بس انقبض زاد عندي البريشر تبع البلمونري ارتريز صار 25 معناتها تسستر البريشر البلمونري ارتريز اوكي. مش كثير مهم هدول الارقام لهذا الجهه للليفت سايد اهم. الليفت سايد قلنا الليفت اتريوم 12 السيستميك ارتريز الدايستوليك قد ايه؟ 80 دايستوليك 80 يعني قبل ما الليفت فنتريكل يعطي البلمونري السيستميك سيركيليشن للبلد بيكون الضغط 80 اوكي. بعدين لما يعطيها البلد بيصير الضغط 120 اوكي. طيب الشيء المهم اللي هو الفنتريكلز، الفنتريكلز شو ارقامهم كيف ضغطهم؟ الفنتريكلز وقت الدايستول رح يكونوا زي مين تقريبا؟ زي الرايت اتريوم. زي ال... ايش رايكم؟ زي الاتريوم. زي الاتريا صح؟ صح. لجين صح لجين. الفنتريكلز وقت الدايستول ايش ضغطهم لازم يكون زي مين؟ عشان يقدر ينتقل الدم اوكي صح. حتى اقل شويه صح. فبيكون وقت الدايستول اقل من 5 الليفت فنتريكل سوري رايت فنتريكل والليفت فنتريكل بيكون اقل من 12 تمام. هذا بالدايستول. هلا وقت السيستول بيكون زي مين لازم؟ بالضبط عشان يقدروا ينقلوا لهم فهمتوا. فبوصل وقت السيستول 120 و25 صح، لان هم بالنهايه ضلوا يزيدوا من ضغطهم بعد ما فتح الاي في فال وهذاك قاعد بيزيد سوري السيميولر فال وهذاك البريشر بالارتيز قاعد بيزيد. الفنتريكل بيكون لسه عم بيضغط على حاله عشان يضل ضغطه اقوى من ضغط البلمونري ارتيز والسيستميك ارتيز. هو بيزيد من ضغطه والارتيز كمان عم بيزيد من ضغطهم بوصلوا 120 او 25 والفنتريكل برضه بيحاول يزود. بعدين ايش؟ للحظه ببلش يعمل ريلاكسيشن فبيقل شوي عن 25 و 120 بسكر السيميولر فال. فهمتوا؟ اكيد. طيب هلا نحل الكتاب. المفروض انه مشبوك صح؟ لما انا احكي كلمه ستروك فوليوم هو كميه الدم اللي بتطلع الفوليوم اوف بلاد اللي بتطلع من القلب في ال1 بيت في هاي الدوره الوحده كميه الدم بتطلع بسميها ستروك فوليوم اوكي. طب الستروك فوليوم لو بدي اعطيها قانون شو رايكم بقانون الاند سيستوليك فوليوم ناقص الاند دايستوليك فوليوم؟ افهمكم اياها على السريع. مش صح حكينا انه انا لما قلت لكم خلونا نعمل بوز سريع لما خلص الدايستول وعبينا الفنتريكل سلام كنت تكتب صح لازم. لما انا قلت خلونا نعمل بوز بعد ما عبينا الفنتريكل بالبلد وقلنا هذا الدم اسمه اند دايستوليك فوليوم صح؟ كان موجود وين؟ في الفنتريكل اوكي؟ هذا على الليفت سايد بيكون تقريبا 50 انا بيهمني اصلا على الليفت سايد اوكي؟ بعدين عمل الفنتريكل كونتراكشن وطلع البلد 120 شو 50 120 50 الانسستوري بعدين طلع البلد تبعهم اوكي واعطوه اعطاه للارتريز وعمل له بوز وشوف له ايش كميه البلد الموجوده بنسميها انسيستوليك فوليوم اوكي. هاي اللي بتكون 50 تمام. هلا صفى الضل الهارت مطلع دم قد ايه؟ مطلع الفرق بينهم لان هم كان من نهايه الدايستول 120 بعدين بنهايه السيستول صار 50 فهي تقريبا قد ايه مطلع؟ 70. هذا الستروك فوليوم. عرفتوا ايش هو الستروك فوليوم؟ الستروك فوليوم هو الاند دايستوليك فوليوم ناقص الاند سيستوليك فوليوم
اوكي هو كمية الدم اللي بتطلع في ال 1 بي تمام. هلا الكارديك اوتبوت ايش هو؟ هو كمية الدم اللي بتطلع من الهارت في ال 1 مينت ريت فلو. دائما كلمة فلو او ريت يعني بير يونت تايم اوكي. هو ريت او فلو كارديك اوتبوت اوكي كمية الفوليوم اوف بلاد في ال 1 مينت. حلو. الفينس ريتيرن كمية الدم اللي بترجع للهارت في ال 1 مينت. حكينا عن الفينس ريتيرن تمام؟ فهمتوا؟ طيب هلا بدنا نشوف ايش في اشياء بتاثر بالستروك فوليوم. في عندي اشياء انا بتاثر لي بكميه الستروك فوليوم يعني قديش القلب بيطلع كميه دم في النبض الوحده. بتاثر هو بيسكلي بثلاث اشياء. اول شيء الكونتراكتيليتي، ثاني شيء افتر لود، ثالث شيء بري لود. ايش هي الكونتراكتيليتي؟ اللي هي قوه الانقباض. كل ما زادت الكونتراكتيليتي يعني كان انقباض القلب اقوى مثلا فيه كالسيوم كثير مثلا ايش راح يصير بالستروك فوليوم؟ يزيد يطلع دم اكثر صح؟ فالعلاقه طرديه. هلا ايش هو البري لود وايش هو الافتر لود؟ البري لود هو انا قديش بعطي لود للقلب قبل ما اقول له اعمل كونتراكشن. شو يعني؟ يعني لو نفترض انه انا هي انا بدي امسك كتاب او قلم، احط هذا القلم على ايدي. انا اول مجرد حطيت القلم اعتبره قلم ثقيل، صار في تنشن بايدي. هذا التنشن هو البري لود، اوكي؟ هذا بصير بالهارت، متى؟ لما انا احط له الاندستوريك فوليوم بعد نهايه الدايستول، بصير في تنشن بالسيلز تبعونه، هذا التنشن هو البريلود، فهو بيعبر عنه شو؟ الاندستوريك فوليوم، كل ما زاد عندي الاندستوريك فوليوم بيكون صار عندي هذا التنشن اكثر، فالبريلود هو عباره عن او ايش اللي بمثله؟ الاندستوريك فوليوم، تمام؟ اوكي بالفنتركل، واحنا اكثر شيء بنركز على اللفت فنتركل، تمام؟ فهذا البريلود، بقول لكم هذا البريلود بياثر لي انا على الستروك فوليوم. ايش يعني بأثر لي عليها؟ يعني انا اذا زودت كميه الدم اللي رايحه للهارت اللي هو الاندستريك فوليوم، ايش رح يصير بالستروك فوليوم؟ اللي هي رح تطلع من الهارت؟ تزيد طبعا صح؟ اصلا من القانون الستروك فوليوم تساوي اندستريك فوليوم ناقص انسستريك فوليوم، زودت الاندستريك فوليوم هو البريلود، زادت الستروك فوليوم، صح؟ تمام، ثالث عامل اللي هو الافتر لود، ايش هو الافتر لود؟ هلا انا لما بدي احمل الكتاب اول شيء كنت صار في عندي تنشن صح؟ بس انا هلا بدي ارفعه، يلا ارفعيه هذه. هذه الرفعة خلتني انا اولد قوة اجينست وزنه للكتاب، او مثلا اذا في حد كمان بشد علي بكون اجينست وزنه والشيء اللي بشد علي. هاي القوة اللي انا بولدها عشان اكون اوبوزنج للفورس اجينست ماي موفمنت، اوكي؟ هاي هي الافتر لود، تمام؟ بالهارت القلب عشان يطلع الدم للارتريز لازم يواجه البريشر اللي موجود بالارتريز، صح؟ هلا هو هذا الافتر لود هو هذه القوة اللي بيولدها عشان يواجه هذا البريشر. فشو اللي بيمثل لي الافتر لود؟ البريشر بالارتريز، اوكي؟ فهمتوا؟ فاذا انا في عندي هايبر تنشن او بلمونري هايبر تنشن يعني في عندي انكريز بالبريشر تبع بالفاسكيوليتشر تبعت البلمونري او تبعت السيستم الفاسكيوليتشر، ايش رح يصير انا عندي بالافتر لود؟ يزيد، فهمتوها؟ طيب شو علاقتها بالستروك فوليوم؟ اذا كان عندي انا الافتر لود كثير كبيره بصير اصعب على الهارت انه يعمل كونتراكشن ويطلع ستروك فوليوم، فبقل. فالافتر لود علاقتها عكسيه مع الستروك فوليوم، فهمتوا؟ تمام؟ يلا نشوف ايش مكتوب. بحكي لك هون انه الستروك فوليوم اول شيء بتاثر بالكونتراكتيليتي زي ما حكينا، بحكي لك ايش في اشياء بتزيد الكونتراكتيليتي؟ الانكزايتي والاكسرسايز، ليه؟ لانه السمباثيك نيرفس سيستم بياثر لي على شو؟ على البيتا 1 ريسبتورز، اوكي؟ البيتا 1 ريسبتورز بتفعل بس يتفعل السمباثيك نيرفس سيستم اللي هو بتفعل بالاكسرسايز وهي الامور. اوكي والبيتا 1 ريسبتورز هلا حكينا عنهم ان هم لهم كثير وظائف بتاثر في الهارت صح؟ واحده منهم كانت بتاثر على الفوسفولابين صح؟ وكمان هلا رح احكي لكم كمان وظيفه وتشوفوا كيف بتاثر لي على الكونتراكتيليتي، هلا رح احكي لكم اياها بالتفصيل اذا حسيتوا انه مفهوم. اوكي بس المهم الكونتراكتيليتي كيف بتزيد؟ اكسرسايز وانكزايتي. كمان عندنا البريلود كيف ممكن يزيد؟ البريلود هو كميه الدم اللي رايحه للهارت صح؟ كيف ممكن انا ازيد كميه الدم رايحه على الهارت؟ مثلا اذا انا عملت ووتر ريتنشن يعني صارت الكلاب حافظ على المي تبعت البول بترجعها للدم، زدت البلازما فوليوم، هذا الحكي بنشوفه بالبريجنسي، بصير الجسم يحاول يحافظ على السوائل بالمنطقه اللي بنسميها بين الخلايا، وبصير عندي انا بلازما فوليوم عالي، تمام؟ فهمتوا ليش ايرلي بريجنسي لها علاقه بالبري لود؟ تمام. وبعدين هي بحكي لك الافتر لود العلاقه عكس، اوكي؟ هلا الستروك وورك، في ستروك وورك او بنسميه اكسترنال وورك، هو الورك اللي بنعمل عشان انا اطلع الستروك فوليوم،
مش كثير مهم صراحه فور اكزامبل بس يعني ما حيجي لكم سؤال احسبوا لي اياه. ممكن تعرفوا الاكسترنال ورك او ستروك ورك هو الورك اللي بيبذل الهارت عشان يطلع الستروك فوليوم، تمام؟ واكيد كل ما زادت كميه الستروك فوليوم رح يكون الورك اعلى. اوكي هلا رح يكون عم يرتفع البشر. طيب نبلش نحكي عن كل واحدة فيهم، هذا اللي بيهمني صراحة. الكونتراكتيليتي، هلا الكونتراكتيليتي بحكي لك انه السمباثيتك نيرفس سيستم بيأثر لي على الكونتراكتيليتي. بدي اشرح لكم كيف هاي بتصير. هلا البيتا والريسبتورز اللي موجودين على الهارت، هاي البيتا والريسبتورز بيأثروا. اول شيء حكيت لكم على الفوسفولامين، هاي الفوسفولامين ايش بيعملوا له؟ بيسكتوه، بيخلوه ما يقوم بوظيفته، لانه البيتا والريسبتورز بيطلعوا بروتين كاينيز اي، بروتين كاينيز اي بيعمل فوسفوليشن الفوسفولامين. فوسفولامين بيقوم بسكته ما بيعمل انهبيشن للكالسيوم اي تي بيز او البم، وبالتالي بضل في عندنا كالسيوم بالستورج وبقدر انا اعمل كل مره كونتراكشن قوي، صح؟ فهي وظيفه ايش؟ التفعيل البيتا والريسبتورز بالسمباثيك نيرفس سيستم. مع انه الواحد اول ما يقرا بيقول اذا انا بالسمباثيك نيرفس سيستم عملت اكتيفيشن نوعا ما، يعني ايفنشولي انا رح اعمل اكتيفيشن للبمب هاي اللي انا سكتت الفوسفولامين، معناته انا عم بحاول ادخل كالسيوم جوا السيتوبلازم الريتيكولا، فالواحد بيخطر معناته ما في كونتراكشن، بقول لك لا هذا الحكي معناته انا عم بخزن الكالسيوم عشان الكونتراكشن اللي جاي يكون قوي، اوكي؟ فهمتوا الفكره؟ فعشان هيك انا بيهمني بس بثك نيرف سيستم، يعني انا عمل انهبيشن للفوسفولاب، اوكي؟ ثاني شغله بيعملها البيتا والريسبتر اللي هو از جي بروتين، انه بيروح بيفعل او بيعمل فوسفوليشن لكالسيوم شانلز اللي هم ال كالسيوم شانلز اللي حكينا عنهم بالاول، تذكروا؟ بيروح مش بيفعلهم، بيخليهم مور سنسيتيف للاكشن بوتنشال، فبيروحوا بيستجيبوا بسرعه للاكشن بوتنشال وبيفتحوا بيدخلوا كالسيوم وبعدين بصير كالسيوم اندوس كالسيوم ريليز وهيك، اوكي؟ تمام يلا نشوف. هاي بحكي لنا الكونتراكتيليتي بتزيد مع الكاتيكولامينز. مين الكاتيكولامينز؟ النورابينفرين اللي هم سمباثيك نيرف سيستم، صح؟ صح؟ في بيتا 1 ريسبتور. هلا لما انا يزيد عندي الكاتيكولامينز بيفتحوا بيتا 1 ريسبتور، بيزيد عندي البروتين كاينيز اي، صح؟ وبعدين بصير عندي فوسفولامين فوسفوليريشن، وبعدين بصير عندي اكتف البمب لانه الفوسفولامين صار فوسفوليريتد يعني انهبيتد، اوكي؟ وبزيد الكالسيوم ستورج بالسيتوبلازم الريتيكولا. فهمتوا هالجمله؟ اللي بعدها بحكي لك انه البروتين كاينيز اي بيروح كمان بيعمل كالسيوم شانل فوسفوليريشن، بيزيد الكالسيوم انتري، وبعدين الكالسيوم اندوس كالسيوم ريليز بيزيد. ايش هو الكالسيوم اندوس كالسيوم ريليز؟ ايش الكالسيوم اندوسد كالسيوم ريليز؟ يعني كالسيوم اندوسد يعني سببه الكالسيوم، هو الكالسيوم ريليز، فهمتوا؟ هلا هو كالسيوم ريليز، وهذا الكالسيوم ريليز سببه كالسيوم، فعشان هيك بنسميها كالسيوم اندوسد كالسيوم ريليز. هذا وين شفناه؟ هو لما تدخل الكالسيوم لجوا وتخلي بالضبط لما السيتوبلازم الريتيكولا بتطلع من الريانودين ريسبتورز الكالسيوم، هذا بنسميه كالسيوم اندوسد كالسيوم ريليز، لانه سببه الكالسيوم اللي دخل، اوكي؟ تمام. بحكي لك اي شيء بيزيد لي الانتراسيلولار كالسيوم رح ايش؟ يزيد لي الكونتراكتيليتي. بعدين بقول لك اي شيء بيقلل لي الاكسترا سيلولار صوديوم كمان ايش ماله؟ رح ايش يعمل؟ زي خليني اورجيكم كيف هاي. انا حكيت لكم انه احنا في عندنا على البلازما ممبرين ايش في عندنا اكستشينجرز اسمهم؟ صوديوم كالسيوم اكستشينجر. بيدخلوا ثلاثه صوديوم مقابل انهم يطلعوا كالسيوم. صح؟ هلا هذا الدخول تبع الصوديوم بيعتمد على ايش؟ على انه الصوديوم برا كثير اكثر من جوا. لو الصوديوم برا قل ما رح يصير في عندي هذا الادخال للصوديوم، وبالتالي ما رح يصير في عندي انا اخراج للكالسيوم، تمام؟ فانا اذا قل عندي الاكسترا سيلولر صوديوم ايش رح يصير في الكالسيوم؟ رح يزيد انترا سيلولر بي، فبتزيد الكونتراكتيليتي. فهمتوا؟ اكيد؟ فهي ما بقول لك اي شيء بيقلل الاكسترا سيلولر صوديوم رح يثبط او يقلل الاكتيفيتي تبع الصوديوم كالسيوم اكستشينجر، وبالتالي رح يزيد الانترا سيلولر كالسيوم. يعني هاي زي اللي فوقها تقريبا الاثنين بيزيدوا بالنهايه انترا سيلولر كالسيوم، صح؟ بعدين بحكي لك عن دواء اسمه ديجوكسين. هذا الديجوكسين بيعمل انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم بامب، اوكي؟ وبالتالي رح يخرب ايش؟ رح يخرب الجريدينت تبع الصوديوم كالسيوم. الصوديوم برا رح تصير هي تبع الصوديوم بعدين بياثر لي بالضبط، فهمتوها؟ ما احكيها خلص؟ نوره صح؟ فهمتيها نوره؟ اكيد؟ طيب
فدي جوكسن هيك بيعمل. فبالنهايه رح برضه يؤدي لي لزياده الانتراسيلولار كالسيوم. فكل هذا يزودوني كمية البروتين كايناز A، لازم يزيد كمان السايكل AMP. متذكرين هذا الحكي بالسيتولوجي ولا لا ناسينه؟ يعني انا بس افعل بيتا ريسبتورز هم جي بروتينز، هدول الجي بروتينز بيروحوا بفعلوا لي، بس ما تحفظوا التفاصيل، بيروحوا بفعلوا لي انزيم اسمه ادينيل سايكليز. ادينيل سايكليز بزود لي السايكليك AMP، السايكليك AMP بعدين بيروح بفعل لي البروتين كايناز A. بروتين كايناز A بيروح بيعمل فوسفوليريشن الفوسفولابان، بيروح بيعمل فوسفوليريشن الكالسيوم شانلز، عرفتوا كيف؟ فاذا انا قلت لك زاد عندي البروتين كايناز A او زاد عندي السايكليك AMP، كلهم معناهم انا عملت اكتيفيشن البيتا ريسبتورز. اوكي؟ طيب فهون بقول لك اذا عملنا بيتا 1 بلوكيد، يعني مثلا اعطينا المريض دواء اسمه بيتا 1 بلوكر، اوكي ايش رح يصير بالكونتراكتيليتي؟ بتقل. الهارت فيلير لازم تعرفوا انه بالهارت فيلير ايش يعني الهول مارك او ايش الباثوفيزيولوجي الاساسيه تبعت الهارت فيلير، انه الهارت مش قادر يعمل ايجكشن للستروك فوليوم بكميه صحيحه. فهذا الشيء الاساسي، هيك الاهم يعني مبدا الاساسي بالهارت فيلير. نحكي فيل هارت يعني هذا الهارت ما بعطي ستروك فوليوم كمية مناسبة. اوكي فبحكي لك بالهارت فيلير انا في عندي نوعين من الهارت فيلير، واحد سيستوليك واحد دايستوليك. السيستوليك منهم هذا ليش ما بطلع ستروك فوليوم؟ لانه الكونتراكتيليتي قليله. اوكي الدايستوليك بحكم اياها، الدايستوليك ليش ما بطلع ستروك فوليوم؟ لانه البريلود قليل. مش صح حكينا شيء مثلا ستروك فوليوم كانت بريلود كونتراكتيليتي وافتر لود؟ فهمتوا؟ بعدين الاسيدوسز. الاسيدوسز ايش الفكره فيها؟ اذا كان في شخص عنده اسيدوسز يعني في عنده بروتونز كثير بجسمه، الاسيديتي هاي بتاثر على ارتباط الكالسيوم بالبروتينات، وبالتالي رح ياثر على ارتباط الكالسيوم بالاكتين والمايوسين، فرح ياثر على الكونتراكشن. تمام؟ بشكل سلبي بيقلل الكونتراكشن. اوكي؟ بعدين بيقول لك انا اشتغل بالبروتونز. بعدين بيحكي لك هون الهايبر كابنيا او الهايبوكسيا. نفس الفكره اصلا هايبر كابنيا، لما انا يزيد عندي سي او 2 بالجسم ايش الجسم بيعمل بالسي او 2؟ بيربطوا مع مي وبيطلعوا لي اسيد. هيك هو دائما اذا الواحد صار عنده هايبر كابنيا زياده ثاني اكسيد كربون راح يزيد عنده يصير عنده اسيدوسس اذا ضلت الهايبر كابنيا. اوكي لانه كان السي او 2 يرتبط بالاتش 2 او يعطوني اسيد، فبزيد الاتش بلس بصير عندي اسيديتي، فالهايبر كابنيا كمان راح تاثر على الكالسيوم. اوكي الهايبوكسيا برضه نفس الشيء، الهايبوكسيا لانه صار في انا عندي هايبوكسيا بالجسم، الجسم رح يحاول هايبوكسيا يعني ما في اكسجين، الجسم رح يحاول يلاقي طريقه يطلع طاقه غير الاكسجين، بروح بيعمل لاكتيك اسيدوسس، بصير يستخدم اللاكتيك اسيد كمصدر للطاقه، فبصير عندي اسيديتي، بروتونات كثير بالجسم، بروتونات تاثر على ارتباط الكالسيوم، فبصير عندي ليس كونتراكتيليتي. اوكي؟ بعدين بحكي لك نون داي هيدروكلودين كالسيوم شانلز بلوكرز، هدول البلوكرز هم سيلكتيف لقنوات ال كالسيوم شانلز، هدول ادويه بتروح على ال شانلز وبتسكر عليها بتقولها ما تشتغلي، فايش رح يصير بالكونتراكتيليتي؟ كثير تقل، لانه صرنا يعني كميه الكالسيوم اللي عم تدخل الخليه كثير قليله، مش كثير كافيه انها تروح تفعل الكالسيوم وندوز كالسيوم ريليز. اللي هم الدلتازم والفابابين ولا لا الثانيه؟ الابرين. تمام؟ هلا نحكي على البريلود، الاشياء شفتوا كيف عم تمشوا بصفحات فاهمين صح؟ هلا البريلود، البريلود اللي هو قلت لكم ايش بنقدره؟ ان دايستوليك فوليوم، اوكي؟ فاهمينه؟ الدم اللي بيرجع. هلا بيعتمد البريلود او كميه الدم اللي رايحه للقلب بتعتمد على على الفينس تون، على قديش التون تبع الفينس، وعلى البلد فوليوم، يعني لو انا في عندي كميه دم كثير كبيره بالجسم، اكيد هذا الشيء رح يزود لي الدم اللي رايح للقلب، صح؟ وبرضه بيعتمد على التون تبع الفينز، ايش يعني؟ يعني لو الفينز كان التون تبعهم كثير قليل، هيك كانوا هيك منخيين، الريديا القدره تبعهم كثير واسع، اوكي؟ هذا الشيء بخليهم يتصرفوا كانهم كيس، بتكون الكباسيتي تبعتهم عالي، كانهم كيس، كانهم بس ماسكين البلد وانه بحركوه شوي شوي، انا بدي شيء يضغطهم تون عالي عشان يتحرك البلد للقلب، فهمتوا؟ فالفينس تون اذا كان قليل، ايش رح يقلل البريلود؟ رح تكون الكباسيتي تبعتهم عالي، حاملين البلد وكيفين. انا بديهم بصير التون تبعهم عالي والكباسيتي قليله عشان اقدر انقل الدم للرايت اتريوم. فهمتوا؟ طيب هاي حكينا عن هاي، هلا بعدين هو بيحكي لك انه اذا استخدمنا فازو دايليترز زي النيتروجليسرين رح يقل انا عندي البريلود. ليش؟ النيتروجليسرين هذا الدواء بالذات كثير بيعمل دايليتيشن للفينز، مو بيعمل للفينز والارتريز كمان،
بس هو بيعمل دايليتيشن بشكل واضح للفينز. فشو بصير بالتون؟ بقل. فشو بصير بالبريلود؟ بقل، لانه الفينز بضلها عامله محتفظه بال اوكي. يلا اللي بعده. هلا الافتر لود. الافتر لود بيقول لك قلت لكم الافتر لود هو القوه اللي انا لازم اولدها عشان اجين اللي هي القوه المعاكسه لانتقال الدم، صح؟ قلت لكم هو بيسكلي البريشر بالارتري، صح؟ فاهمين كلكم؟ فالبريشر بالسيستميك سيركيليشن ايش هو؟ المين ارتيريال بريشر. انا بقول لك قد ايه ضغطك ضغطي كذا، هذا المين ارتيريال بريشر. اوكي، الضغط اللي بالارتريز تبع السيستميك سيركيليشن تبعتي. اوكي، انا تركيزي بيكون بشكل كبير على الليفت سايد منها مش على الرايت سايد. اوكي ماشي. فالافتر لود اللي بيحدده بشكل اساسي المين ارتيريال بريشر. اوكي طيب، المين ارتيريال بريشر على ايش بيعتمد؟ يلا احكوا لي. لما قلت لكم على البريشر لو رسمته قلت لكم ايش الاشياء اللي بتاثر بالبريشر؟ الراديوس، صح؟ والفوليوم. عشان هيك في قانون للمين ارتيريال بريشر هو بيساوي الكارديو اوتبوت ضرب توتال بيريفيرال ريزيستنس. جيم بالله وشو دخل بالراديوس ولا لا؟ بلا، الكارديو اوتبوت هو كميه الدم اللي بتطلع من القلب في الدقيقه من الصح هذا هو الكارديو اوتبوت ضرب التوتال بيريفيرال ريزيستنس. ايش التوتال بيريفيرال ريزيستنس؟ بالضبط الريزيستنس. اكثر عامل بيتحكم بالريزيستنس بالمقاومه هو الراديوس، تمام؟ ورح نيجي للمقاومه يعني بعدين. اوكي طيب، هلا بحكي لك هون انه عن لابليز لو بقول لك انه زياده الوول تنشن بتزيد البريشر. هي اللي احنا بحكي لك هون انه اذا ال 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 اذا انا زاد، اذا كان عندي انا هايبر تنشن مثلا، كان في عندي اثيروسكلروسس بالارتريز تبعون هذا المريض، وبالتالي انا عندي زياده في الفاسكولار بالتوتال بريفر ريزيستنس، وبالتالي عندي زياده في البلد بريشر، تمام؟ هذا الشيء شو راح يعمل لي على حسب لابليز لو؟ شو راح يعمل لي بالتنشن؟ زيد. تذكروا التنشن كان يساوي الراديوس بالبريشر، فزودت البريشر راح يزيد التنشن. بس هاي هيك المعلومه هيك. اوكي، وطبعا هذا كله معناته زياده الافتر لود. هلا هاي شغله كثير حلوه مهم تفهموها، انه ليش الليفت فنتريكل، الليفت فنتريكل هم لاحظوا انه الليفت فنتريكل للناس اللي عندهم ضغط لو نطلع عليه بنلاقيه كثير ثيك سميك. ليش سميك هذا الليفت فنتريكل؟ عشان بنسيت الافتر لود قديش، يعني اذا الافتر لود كان كثير عالي الليفت فنتريكل بصير فيه يعني انلارجمنت عشان تكمبنسيت. صح، تكمبنسيت. احنا حافظين فاهمينها هي تكمبنسيت، بس قصدي لو نفسرها كفيزياء ايش يعني كلمه تكمبنسيت؟ احكي لكم اياها من لابليز لو. هلا لما انت تكون البريشر، هلا حكينا كان كثير عالي بالسيستم سيركيليشن، صح؟ وبالتالي التنشن كان عالي على اللي بالبلد فيزلز اللي مربوطين بالمين؟ بالليفت هارت، بالليفت فنتريكل، صح؟ معناته انا عشان انا كفنتريكل اقدر اواجه هذا التنشن العالي بدي تنشن عالي زيه، صح؟ فالفنتريكل لما يكون الافتر لود كثير عالي بيكون هو فيه تنشن كثير عالي عشان يقدر الانقباض تبعه يكافئ هذا التنشن. هلا عشان ما يصير في عندي انا ستريس على الوولز تبعون الفنتريكل وبنفس الوقت اقدر اعمل تنشن عالي بزيد الثكنس. فهمتوا؟ مش صح الستريس يسوي تنشن على الثكنس، هو بيرفع الثكنس عشان ما يصير ستريس عالي. فهمتوها؟ نوره فهمتيها؟ هلا هون بقول لك في عندنا ارتيريال فازو دايليترز زي الهيدرالازين. الهيدرالازين هو دواء مستخدمه، هو اهم شيء اللي بيعمل فازو دايليتيشن في الارتريز او الارتريولز. اوكي، فايش رح يعمل لي؟ ديكريز الافتر لود. النيتروجليسرين اهم وظيفه له انه شو بيعمل؟ اللي هو البريلود. اما هذا على الافتر لود الهيدرالازين. اوكي، هلا الايس انهبيترز والاربس بتعرفوهم الادويه دول، هذول بيقللوا التنين البريلود والافتر لود. ليش؟ هلا الاس انهبيترز والاربس هذول بيروحوا بيثبطوا الراس سيستم. الراس سيستم ايفينشوالي بينتهي بايش؟ بالدوستيرون. الالدوستيرون هو الهرمون المسؤول عن تحبيس السوائل بجسمنا، يعني زياده البلد فوليوم. اوكي، فانا اذا انا رحت عملت انهبيشن لهذا السيستم، يعني استخدمت هدول الادويه يعني قللت الالدوستيرون، ما رح يصير انا عندي ووتر ريتنشن،
ما رح يصير عندي زيادة الفوليوم، فرح أقلل الفوليوم، فرح أقلل البريلود. فهمتوا؟ كمان شغلة عن الراس سيستم، إنه الراس قبل ما يوصل للألبستيروم بوصل لأنجيوتنسن، صح؟ صح؟ والأنجيوتنسن هو اللي بيروح بعدين على هذا بخلي الألبستيرون يطلع، صح؟ أنا في عندي كمان زيادة أنجيوتنسن، الأنجيوتنسن هذا واحد من الوظائف اللي بيعمل فازو كونستريكشن بالأرتريز أو بالأرتريولز، تمام؟ فأنا إذا ضبطت هذا السيستم كمان عندي الأنجيوتنسن فبصير عندي ايش؟ فايش اللي بيصير؟ الريزستنس اللي هو الافتر لود بالضبط. فانا عندي هذا هاي اللي بتاثر على الافتر لود والبري لود، تمام؟ اوكي، هلا حكينا تبعت الكرونيك هايبرتنشن. هلا الكارديو اوكسجين ديماند، اوكي، هلا هاي سهله كثير بس بحكي لك عن ليش تحسن وجهك حزين. لانه قاعد افكر ايش هم دايرتك، يعني بالنهايه ما هم دايرتك، صح؟ يعني في لهم دايرتك فانكشن بس هم نقدر تحكي لهم انهم بيستخدموا بالانتي هايبرتنسز، فهمتي؟ بانه الضغط. اوكي، هلا الكورونري اللي بحكي لك عن الكارديو اوكسجين ديماند كثير سهله، هي مش شيء انه القلب من الاعضاء اللي بتعتمد بشكل كثير كثير كبير على الجلايكوجين، على السكر، اوكي، على الاكسجين. القلب ما بيمشي معه انه تقول يلا بدي اعمل لاكتيك اسيدوس ما في اكسجين يلا بسيطه، لا مش بسيطه، لازم يتوفر اكسجين للقلب لانه القلب بيعتمد على الايروبيك ريسبيريشن، اوكي، وبيعتمد على الجلايكوجين اللي مخزن جواته. اوكي، هلا بحكي لك كمان معلومه عن القلب، انه القلب اذا كان الستريس عليه عالي يعني شوي بفقع بين قوسين، يعني التنشن كثير عالي مقارنه بالثيكنس تبعته، هذا الشيء بيتطلب منه كثير طاقة وكثير اي تي بي وكثير يستهلك الجلايكوجين اوكسجين عشان ايش؟ يقدر يعمل كونتراكشن. إذا كان الستريس هذا أقل بيقدر يعمل كونتراكشن بدون ما يستهلك كثير طاقة. إذا الستريس كثير عالي بده ايش؟ طاقة كثير كبيرة عشان يعمل كونتراكشن أجينست هذا الستريس اللي على الوسط تبعه. أوكي؟ فايش بحكي لك؟ الميوكارديال ديماند، أكسجين ديماند بشكل عام، إمتى بزيد؟ إذا أنا بدي أرفع الكونتراكتيليتي، إذا أنا بدي أرفع الكونتراكشن بدي أخلي الهارت يعمل كونتراكشن بشكل أكبر، تمام؟ فأكيد رح أحتاج أكسجين و ATP أكثر. ثاني إشي إذا زاد الأفتر لود، ليش زاد الأفتر لود؟ لأني أنا لما يزيد الأفتر لود بدي أعزف كونتراكشن أكثر عشان أيوه بالضبط، والهارت ريت نفس الإشي، أنا أعمل بيتس أكثر، إيش يعني هارت ريت؟ نمبر أوف بيتس بير مينيت، رح أعمل بيتس أكثر رح أحتاج أكسجين أكثر. الديامتر اوف فنتريكل، ليش اذا زاد الديامتر تبع الفنتريكل انا رح احتاج اكسجين اكثر؟ رح يكون في فيلنج اكثر، لا شوفي لي اياها بليز لو، ليش اذا انا زاد عندي الراديوس او الديامتر تبع الفنتريكل رح يصير عندي اكسجين؟ احكوا الاتنشن رح يزيد، نورة حسيتك مو فاهمة؟ نعم فاهمة؟ طب تحاول تحكي لي عنها، انا تعبانة مش انا كثير تعبانة من الدم عن جد؟ حبيبتي طب كان احكي لي لا بس بحاول، لا بالعكس، لا والله هي متسجلة رح تحاولي تحكي لا ولي يهمك انا بحاول كل طاقتي والله حبيبتي مبين عليك وجهك اصفر حقك علي طيب اوكي احكي لي يا لا على فكرة لازم احفظ انتوا بتنتين كثير يعني هيك الستايل مش بعض فهذا الله خرب لا لانا وسنار صوصا انا كنت بعرفها لجين كنت رح احكيها ولونا اوكي تمام حكي وش تحكي لو التنشن بزيد صح بالضبط التنشن بزيد ستريس بايش بصير فيه؟ بزيد مو ستريس فوق التنشن على الثكنس صح؟ الثكنس ما حتغير فزاد عندي التنشن فانا بحتاج اكسجين اكثر فهمتوا الفكره؟ هون بحكي لك معلومه حلوه انه الكورونري ساينس contains the most deoxygenated blood في البدي. ايش يعني؟ هلا اول شو الكورونري ساينس هذي؟ الكورونري ساينس هو الفين تبع الهارت، لما هو الهارت بالنهايه عباره عن اورجن، مضبوط ما يكون له فين يعني بس يطلع ارترز ويغذي الدنيا، لا وياخذ الفينز تبعون باقي الاورجنز عشان ينظف لهم اياهم، لا، كمان هو له فينز، هو عنده سيلز بتطلع سي او 2 ولازم هذا السي او 2 يروح بالنهايه لللونج عشان يتنظف، ففي عنده فينز، اهم واحد فيهم الكورونري ساينس، اوكي؟ هذا الكورونري ساينس هو اهم فين بالقلب، بقول لك هذا الفين فيه اكثر نسبه سي او 2 بكل الفينز بجسمنا، ليش؟ لانه الهارت سيلز بيتميزوا بانهم بيعملوا اكستراكشن للاكسجين بشكل كثير افيشنت، اوكي؟ فهمتوا علي؟ يعني كانه 70% مش متاكده من البرسنتج من الاكسجين بيصير له ايش؟ اكستراكشن بالهارت، لانه الهارت عن جد بحاجه للاكسجين، تمام؟ فهمتوا علي؟
هو اكثر فين فيه اكسجين قليل في الجسم مين؟ كورونري ساينس. اوكي، انه كثير هارت شاطر باختلاس هذا الاكسجين. اوكي، لانه بحاجته يعني. هلا شوفوا الصفحه اللي بعدها كيف حتمر بسرعه ان شاء الله. يلا ستروك فوليوم، ايش ستروك فوليوم حكينا عنها؟ الستروك فوليوم بتساوي فاهمين صح؟ اللي بعدها بقول لك على شيء اسمه ايجكشن فراكشن. ايش الايجكشن فراكشن؟ الايجكشن فراكشن هي قديش نسبة الستروك فوليوم من الاندايستوليك فوليوم. ببساطة قديش نسبة الستروك فوليوم من الاندايستوليك فوليوم؟ لأنه أحيانا بكون القلب بيعطيني ستروك فوليوم قليلة، بس أنت السببي هذه، أنت ما أعطيتي الاندايستوليك فوليوم كثير عشان هيك بتعطي ستروك فوليوم قليلة. أوكي؟ بس القلب للقلب شغال، بس البريلود قليل. ممكن لا القلب انا اعطيه اندستريال كثير كبير، بالعكس يصير بصير يرجع الجوع على باقي التشامبرز، بس القلب لانه ويك وفيلد عنده هالت فيلير ما عم يطلع ستروك فوليوم. فانا الستروك فوليوم مش كثير ريلايبل اني انا اعرف قوه القلب، بدي شيء احسن، فبروح بحسب الايجكشن فراكشن اللي هو نسبه الستروك فوليوم بالنسبه للاندستريال فوليوم اللي عند هذا الهارت. اوكي؟ هذا هو احسن بارامتر للهارت فيلير، يعني اذا انا بدي اشوف واحد عنده هارت فيلير ولا لا بطلع على الاجكشن فراكشن. حلو؟ اوكي. هلا الكاردييك اوتبوت، قلت لكم الكاردييك اوتبوت هو بالنهايه عباره عن ايش؟ فلو. اوكي؟ الكاردييك تبعت الفلو اللي بعدين، هذا الكاردييك اوتبوت اشتغل. الكاردييك اوتبوت شو كان تعريفه؟ كمية الدم اللي بتطلع من القلب في الدقيقة، ستروك فوليوم تعريفها في النبضة بالضبط. هارت ريت شو هو؟ عدد النبضات في الدقيقة، فأنا أضرب عدد النبضات في الدقيقة، ضرب كمية الدم اللي بتطلع في النبضة، بيعطيني كمية الدم اللي بتطلع في الدقيقة، صح؟ فالكارديك أوتبوت يساوي ستروك فوليوم ضرب الهارت ريت، أوكي؟ هلا هون في عنا فيك برنسبل، هلا هذا مش كثير مهم ومش كثير ضروري تفهموا كيف يعني بالضبط طلعوه، بس أنا أحكي لكم إياه بسرعة، بس إنه مش كثير ضروري تفهموا، أوكي؟ هلا ايش هو الفيك برنسبل؟ هذا البرنسبل بيعتمد على فكره انه البلد في جواته اكسجين مذاب، يعني كانه البلد هو المذيب تبع الاكسجين، والاكسجين فيه له كونسنتريشن جوات هذا البلد، صح؟ الكارديك اوتبوت عباره عن بلد. فاجا فيك برنسبل بيحكي لنا، بيقول لنا ليش ما نحسب الكارديك اوتبوت بالاعتماد على تركيز الاكسجين جواته؟ ايش يعني؟ يعني انا اطلع الاماونت اوف اوكسجين بكميه معينه من البلد، اوكي؟ اطلع كميه الاكسجين، الامونت اوف اوكسجين، واقسمها على ايش؟ على الكونسنتريشن تبع الاكسجين بهاي الكميه، راح يطلع لي الكميه، بتعرفوا قانون الكونسنتريشن يساوي الامونت على الفوليوم، صح؟ فانا الفوليوم، شو هذا الفوليوم؟ مش بالنهايه هو مليمتر، صح؟ بيساوي الامونت على الكونسنتريشن، فهمتوا؟ هاي الفكره تبعته. طيب احنا كيف هو حسبها يعني ك ك كارديولوجي او ك بالكيس تبعنا بالكونتست تبعنا كيف تنحسب؟ الاماونت اوف اوكسجين بالكارديك اوتبوت هو عباره عن الريت، ليش ريت؟ لانه بيرمننت ريت اوف اوكسجين كونسمشن، يعني هلا لو اشوف قديش الجسم لسوسن مثلا قديش الجسم تبعي بيستهلك بالدقيقه اكسجين واقسمه على تركيز الاكسجين عندك بيطلع لي كارديك اوتبوت، لانه انا حسبت قديش الاكسجين بتم استهلاكه عندك بالدقيقه، فرح يطلع لي الكميه بالدقيقه اللي هي الكارديك اوتبوت. فهمتوا؟ اكيد؟ طيب كيف انا اشوف قديش الاكسجين بسوسن؟ اول شيء بحكي لها خذي هي والله صارت هيموجلوبين. لا او ممكن شوفي اعطيكي انبوبه، يعني انا عارفه قديش فيها اكسجين كميه، واخليك تتنفسي منها وبعدين اعملي زفير اروح اشوف الاكسجين قديش صارت كميته، فانا اعرف قديش هو مو هو بس نفس الطريقه بالضبط، اوكي؟ سيشن بنفس الطريقه، اوكي؟ فبيشوفوا قديش كميه الاكسجين، هيك اماونت اوف اوكسجين هي ريت اوف كونسمشن، بعدين بقسموها على ايش؟ على الكونسنتريشن تبع الاكسجين في الدم. كيف بيطلعوا الكونسنتريشن؟ لازم عشان الكونسنتريشن تبع الاكسجين بيفرق يعني بالارتريز عن الفينز، بالارتريز بيكون عالي، بعدين لانه الخلايا رح تستهلكه بالفينز بصير قليل. فهم لازم يطلعوا الفرق بينهم، هيك بيطلع لي الكونسنتريشن تبع الاكسجين اللي رح استخدمه هذا القانون، اوكي؟ فبشوف الاكسجين كونسنتريشن بالارتريز والفينز بطرحهم من بعض، اكيد بطرح الاكبر من الاصغر، يعني الارتريز بالفينز بالارتريز، وبيطلع عندي بعدين الكارديك اوتبوت. فهمتوها؟ مش كثير مهم بس يعني ما فهمتوها. هلا
هلا بقول لك لما انا يصير عندي اكسرسايز، لما انا اصير بدي اعمل رياضه، ايش اول شيء بصير؟ بشغل سمبثيك نيرف سيستم، بتحمس صح انه بدي اعمل رياضه، فسمبثيك نيرف سيستم بروح بيعمل انكريز بالهارت ريت، بيعمل ايش بوزيتيف يعني انكريز بالهارت ريت صح، وبيعمل انكريز بشيء ثاني كونتراكتيليتي زي ما حكينا صح. فالاكسرسايز رح يزيد عندي شو وبيزيد عندي الكونتراكت بتاثر على ستروك فوليوم، والستروك فوليوم رح تاثر لي على كارديو اوت، كارديو اوت اصلا بيعتمد على هارت ريت كمان. فانا زاد عندي هارت ريت وزاد عندي ستروك فوليوم، اكيد رح يزيد عندي الكارديو اوت بالاكسرسايز او بالسمبثيك نيرف سيستم. اوكي بس لازم تكون عارف انه الكارديو اوت بالاكسرسايز بالاول بيكون بيزيد بسبب زياده الهارت ريت والستروك فوليوم، بعدين ضليت انا اعمل اكسرسايز، ضليت اركض واركض واركض، رح تبطل تزيد الستروك فوليوم، بيصير بس الزياده بالهارت ريت هي اللي عم ترفع لي الكارديو اوت بوت. الستروك فوليوم بتقول خلص انا لهون ما بزيد. اوكي ليش؟ لها تفسير طبعا. احنا اصلا ليش الستروك فوليوم بتزيد حكينا؟ بسبب الكونتراكتيفيتي انها زادت صح؟ طيب اذا يعني بالنهايه قد ما يزيد الكونتراكشن تبع الكارديومايوسايت صار عندي ماكسيمم اوفرلاب، ماكسيمم كونسنتريشن اوف كالسيوم، بعدين فهمتوا في ابر ليميت. اوكي فالستروك فوليوم بيتشولي بلاتوز خلص ما راح تزيد، بس الهارت ريت انا بقدر ازيده في ماكسيمم هارت ريت لكل شخص اللي هو 220 ناقص عمره. اوكي فبقى ليت ستيجز من الاكسرسايز اللي بيزود لي الكارديو اوتبوت هو الليت ستيجز اوف اكسرسايز اللي بيزود لي الكارديو اوتبوت هو الهارت ريت بلس هارت ريت. تمام كويس. في شغله كمان كثير مهمه على الهارت ريت وبرضه هي واحده من المسببات اللي تخلي لي الستروك فوليوم ما تزيد بالليت ستيجز اوف الاكسرسايز، اقول لكم ايش هي بس خلصوا كتابه. لا انا الحمد لله ذكرت خلصتي. اوكي هلا في كمان شغله بتكون بتاثر على ستروك فوليوم بتخليها ما تزيد كثير بالليت ستيج اوف اكسرسايز، ايش هي؟ اللي هي الانكريز اوف هارت ريت. ليش؟ لانه انا لما انا اعمل انكريز بالهارت ريت يعني عم بقصر ال1 بيت، يعني انا بدي اعمل عدد بيتس اكثر في الدقيقه فلازم تقصر البيت الواحده صح؟ البيت من ايش بتتكون؟ سيستول دايستول. السيستول اوريدي قصير، السيستول بس بشكل ثلث مده الهارت بيت، الدايستول ثلثينها. فلما انا بدي اقصر مده الهارت بيت راح اقصر من مين؟ الدايستول. الدايستول شو وظيفته؟ فيلينج، يزيد البريلود يعني فيلينج صح؟ فانا لما يزيد عندي الهارت ريت كثير اوصل الماكسيموم هارت ريت للشخص راح يزيد صار عندي الدايستول ويقل عندي الفيلينج، فبتتاثر مين؟ الستروك فوليوم. فعشان هيك بالليت ستيج اوف اكسرسايز ما راح تزيد الستروك فوليوم، راح تزيد بلاتوز. اوكي فهمتوا كيف؟ هلا البلس بريشر. اوكي هلا بدنا نفرق بين اكثر من شغل البريشر. اول شيء السيستوليك بلد بريشر، الدايستوليك بلد بريشر قديش الساعه عشان عم بحس كم تنهار ولا لسه في بس انا دخلت قد ايه تاخرت انا؟ ربع ساعه. ربع ساعه اكثر من لا اسمعي ربع ساعه خلص يعني معنا تقريبا 10 دقائق نحكي. اوكي نحكي فيهم قد خذي ربع ساعه دلعيني بدي اسمعك ما افتحش تمي بعدها. طيب شكرا نحكي بلس بريشر. ايوه بالضبط بلس بريشر. هلا في اشياء لازم نفرق بينهم هم لما احكي مين ارتيريال بريشر، سيستوليك بلد بريشر، دايستوليك بلد بريشر وبلس بريشر كثير مهمين. اول شيء لما انا احكي سيستوليك بلد بريشر هو البلد بريشر في الارتريز امتى؟ بعد ما خلص بعد ما الهارت اعطاهم الانجكشن اعطاهم البامب. اوكي ومتعبين اللي هو الارقام اللي حكينا عنها شوي، هذا سيستوليك بلد بريشر. الدايستوليك بلد بريشر قبل ما تصير البيت لما الهارت كان عم يصير له فيلينج ولسه ما اعطى هاي البيت بيكون البلد بريشر في الارتريز اسمه دايستوليك بلد بريشر واكيد رح يكون اقل من السيستوليك بلد بريشر. اوكي بما انه مده الدايستول اكثر من مده السيستول فاحنا يعني لما نطلع على الارتريز تبعونا معظم وقتهم قاعدين باي بلد بريشر، السيستوليك ولا الدايستوليك؟ الدايستوليك صح. فاذا بدي احسب المين ارتيريال بريشر اللي هو معدل ضغط الاورده تبعتي كيف بحسبه؟ بقول مين ارتيريال بريشر يساوي 2 ضرب 2 في 3 الدايستوليك بلد بريشر زائد ثلث السيستوليك بلد بريشر. فهمتوا؟ يعني هذا بشكل ثلثين الكارديو سايكل. اوكي؟ هذا بالنسبه للمين ارتيريال بريشر والسيستوليك والارتيريال.
هلا بدي احكي لكم الاشياء هاي كثير مهمه بس لكم يعني اكتبوها يعني هاي استنتجتها استنتاج سنين يعني ادرس هيك لكم هيك قبل ما طلعت بكونكلوجن ما بعرفش انت باي سنه اللي هو ايش الاشياء اللي بتاثر على كل واحد فيها السيستوليك بلد بريشر خلص لما احكي بده يتاثر ويزيد السيستوليك بلد بريشر فهو بيتاثر يا اما بالستفنس انه صار مثلا عندي اثيروسكلوروسيس وهدول الارتريز كثير ستيف فهذا الشكل يرفع لي السيستوليك بلد بريشر ثاني شيء بالبلد فوليوم اللي بيمشي فيهم هذا السيستوليك بلد بريشر الدايستوليك ما بيتاثر كثير بهدول بيتاثر بس مش قد السيستوليك السيستوليك بتاثر اكثر اوكي يعني اذا انا عندي صار اثيروسكلوروسيس مين راح يزيد اكثر اوكي يمكن اثنين يزيدوا مين السيستوليك ولا السيستوليك اوكي الدايستوليك الشيء اللي بيحدده جد هو TBR هو توتال بيريفيرال ريزيستنس اللي هو ايش التوتال بيريفيرال ريزيستنس مش نفسها الستيفنس لا مو نفسها الستيفنس يعني انه الفيزلز ستيف مش كومبليانس مش ما بيقدروا يستقبلوا فوليوم بدون ما يزيد البريشر تبعهم هيك يعني كلمه ستيفنس اوكي يعني ليس كومبليانس يعني ما بيقدروا يستقبلوا فوليوم بدون ما يزيد البريشر تبعهم هيك تعريف الستيفنس اوكي طيب ايش هي التوتال بيريفيرال ريزيستنس اللي هي المقاومة السريان الدم بفعل الفيزلز الفيزلز عشان يقاوموا ويعملوا ريزيستنس بيعملوا فازو كونستريكشن بيضيقوا الريديس تبعهم هذا هو التوتال بيريفيرال ريزيستنس بتتحكم فيه اكثر شيء الارتريولز من السيستم سيركيليشن اوكي لانه عندها سموث مسلز كثير بتقدر تعمل هذا الفازو كونستريكشن اوكي هذا التوتال بيريفيرال ريزيستنس بتاثر لي على الدايستوليك مش السيستم فهمتوا فاذا واحد كان مثلا عنده شوك يعني صار عنده نحكي هيمرجيك شوك نزف كتير 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 اوكي ولما نزف كتير جسمه صار يحاول يرفع الضغط فزود التوتال بريفيرال ريزيستنس كتير كبيره ايش ممكن تشوفوا عنده دايستوليك عالي يعني مقارنه بالدم النصفه بس سيستوليك في الارض انه نطلع كتير فوليوم اوكي فهمتوا الفكره طيب هلا ايه البلس بريشر البلس بريشر هو الفرق بين السيستوليك والدايستوليك بلد بريشر السيستوليك ناقص الدايستوليك كل ما كان الفرق بينهم اكثر بتكون ايش في عندي الارتري بتطلع عليه بيكون في عنده الدم وبيمشي فيه بيعمل بالسيشن اوكي حتى اذا كان كثير بس بشر عالي ممكن تكون بالبل لانه احس انه هذا الارتري او هذا الفيزل بنبض كانه ليه البلس بريشر تبعه كثير عالي نحكي عن كونديشنز بيومايكشن اوكي فالبلس بريشر هو الفرق بين الدايستوليك والسيستوليك بلد بريشر واذا كان عالي بيكون انه الفرق كبير بينهم اوكي هلا رح نحكي عن حالات رح ترفع لي انا البلس بريشر وحالات تنزل لي البلس بريشر هلا بالعقل ايش شيء ممكن يرفع لي البلس بريشر اني انا ازود السيستوليك بلد بريشر كثير اكثر من الدايستوليك بلد بريشر صح اللي هي السيستوليك ناقص دايستوليك صح فهمي علي بالمقابل اذا انا بدي ايوه بالضبط خلينا نشوف الحالات عشان نفسرهم واحده واحده اول شيء بحكي لك انه البلس بريشر دايركتلي بروبورشنال للستروك فوليوم وانفرسلي بروبورشنال للارتيريال كومبليانس شو يعني حكينا هلا انه الكميه الفوليوم تبعت البلد لما تزيد في الارتريز راح تاثر لي اكثر على السيستوليك بلد بريشر ولا الدايستوليك سيستوليك فانا بقول لك اذا زودت الستروك فوليوم يعني زودت الفوليوم اللي رايح للارتريز صح يعني راح يزيد عندي مين السيستوليك صح يزيد كثير اكثر من زياده الدايستوليك فشو بصير بالبلس بريشر بيزيد فهمتوا كمان بحكي لك inversely proportional arterial compliance ايش يعني arterial compliance يعني عكس الستيفنس كلمه compliance يعني هاي بتفيدكم بعدين بالفيزيولوجي الثانيه خاصه الريسبيراتوري فيزيولوجي مطاوعه ايش معناها يعني عكس ايوه يعني قصدي ايش يعني انه يتحمل فوليوم بدون ما يزيد البريشر اوكي يعني يكون نقيس البريشر تبعه نروح بندير عليه مثلا فوليوم بنحط نضيف له دم بنلاحظ البريشر ما زاد كثير معناته هذا compliance اذا لاحظت انه البريشر كثير زاد مع هذا النقم يعني عكسها كلمه ستيف اوكي فبحكي لك البلس بريشر دايركتلي بروبورشنال ستروك فوليوم وانفرسلي بروبورشنال ارتيريال كومبلينس فهمتوها ليش انفرسلي بروبورشنال ارتيريال كومبلينس لانه اذا ارتيريال كومبلينس زادت رح يقل او نحكي اذا ارتيريال كومبلينس قلت رح يزيد الستيفنس صح زاد الستيفنس زاد السيستوليك بلد بريشر زادت البلس بريشر هون بحكي لك اذا زادت الكومبلينس قلت الستيفنس تأثر عندي سيستوليك بلد بريشر كثير قل فايش رح يصير بالبلد بريشر؟ تقل فهمتوا علي؟ اكيد؟